البداية بالعناوين. هي علينا، شو نشرت أخبار هي؟ بلاهن هالمرة، اليوم ضيقان خلقي وروحي براس مناخيرها، فبلا كتر حكي أنت ويا الله يرضى عليك. إن شاء الله كل يوم بده يطلع لي هاد سنج عرض. وعم يطلع لك لحالك يا زلمة، شبك خلص خلص، هذا أي خبر بدأ فيه وأعطينا خبرك الأول. أسسة في بعض الدول يتدخلون في تحديد مهر الزواج وقيمته ونوعه وحدوده قانونا حتى يصبح المهر من عادات وتقاليد ذلك البلد. فإذا أردت أن تتزوج في جاوة وهي جزيرة في أندونيسيا مثلا، عليك أن تجمع 25 دنب. شو بدي أتجوز ولا بدي أشتغل مصيادة فيران أنا؟ حاكم جاوة فرض هذه الرسوم الغريبة في سبيل القضاء على الفئران التي أصبحت خطرا يهدد محصول الأرز. إيه والله أنتم مو عارفاني شي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي هات فهمنا، هل كم نفهم؟ عم تقولوا انه نحط المهر مشان يخلصوا من الفيران مو صح. بس انا شايف انه المهر حطوه ليخلصوا من تلطيش البنات مو ليخلصوا من الفيران. لا يا لهم زبطت معه هاي. طيب هلا الشاب عنا نحن العرب يا سيدي هون بسوريا، لا تروح لبعيد، مو بيقضي عمره على مرتين ثلاثه عم يلاطش ويركض ويلهت مثل كانه عداء ضاح ليامن النقد وتكاليف الجوازه؟ صار مجرب. اي والله. أيوة. طيب ولما بتتاخر جوازته للشاب شو بيساوي؟ شو بيساوي يعني؟ بيلطش بنات يا عيب. شو ومن بنتش شو بحلى بنت تلطيش فيران اندونيسيا. يا حبيبي لما بيكون المهر انك تجيب 25 دنب فار، اولا بتصير ما تطول كتير لحتى تأمن المهر وتكاليف العرس. ايه. وثانيا بيصير الشاب بدال ما يلحق بنات بيلحق فيران. ماذا اذا لو كان موضوع المهر هو الطريقة لحل المشاكل السياسية او الاقتصادية وخاصة في العالم العربي؟ في اليمن مثلا قانون عام بحرمة الزواج ما دام الشخص يتناول نبتة القات المخدرة، وفي لبنان أيضا. رك على راسي كل الدول، بس خلينا بالبلد هلأ، والله اللي فينا مكفينا. ايه بس بالبلد عنا بكفي تكون يعني مقتدر تتجوز، يعني وين المشكلة؟ هذا قبل الأزمة حبيبي، كان بكفي تكون مقرش لتتجوز، بس هلأ ولك حتى المقرش كل دواليبه صارت على الأرض. الأزمة الراهنة أثرت على الوضع المعيشي في البلاد، ومن أراد أن يتزوج فلم يعد أمامه إلا إقناع العروس. إيه ماله غير رحمة الله، ليش في عروس بتقتنع بشي؟ بتقنع أوباما يحل برمة سياسيا وسلميا بسوريا أسهل ما تقنع عروس ترحمك بليرتين، عفوا بدولارين. شو ملبوسة؟ لا طبعا صار بالدولار. طبعا الأحسن. لا أكيد سوري، شو بدي بالدولار. إن شاء الله ليجي العرسان قبل أحسن يعني. ذهب إذا في سوري كمان أحسن. لا ذهب صرنا نرسم رسم. سؤال صعب، هو يجي العريس وبعدين بنشوف. لا بالدولار. والذهب سوري كمان. دبحونا بهالأسعار. والله ما بعرف أنا. ماذا إذا لو فكر السوريون في جعل مهور الزواج وتكاليفه تتماشى مع الأزمة في البلاد على غرار التجربة في جزيرة جاوة بأندونيسيا؟ هدنك عندهم فيران، نحن عنا فيران؟ ما عنا. لذلك فإن عدم وجود مخلوقات يجب مكافحتها يقودنا إلى البحث عن أساليب جديدة لاستخدام قانون المهور الجديد. ولك إذا قلنا لك أنه ما في فيران مو يعني ما في مخلوقات تجب مكافحتها على قولتك. مخلوقات شو يا زلمي؟ شو بدك تكافح الناموس يعني؟ هلأ صحي الناموس معبي البلاد وهاري العباد ليلا نهارا فقط، بس كمان قدام غيره بيضل مو محرز. شو عنا ديناصورات مثلا؟ ولك مع أنك عم تتمسخرها بس الله وكيلك اكتشفت لك انه الديناصورات لسه ما مقرضت. لك يا شباب يا شباب انا قصدي انه ناموسه صايره قد الديناصور، والله مو قصدي شيء. يا شباب يا شباب يا شباب. نظرا لضيق الوقت مشاهدينا الكرام نكمل الحديث عن طرق مكافحه الناموس وعن اسباب انقراض الديناصورات في الحلقه القادمه. بس شو مشان سالم ما راح يوقف خلينا نصور بدون صوت. اي قول سالم. نظراً لضيق الوقت معزيز لك يا سالم.